السيجمنتيشن والبيجنج، كل واحد منهم له ميزاته مش هيك؟ يعني مثلا البيجنج البروجرامر ما بيكونش داريان عنه، مش هيك ولا؟ هذه ميزه للمبرمج اللي تفاصيلها وتعقيداتها على الاو اس، ممكن يخش الكومبايلر في الموضوع، لكن اقل البروجرامر ما لوش دعوه. اوكي، ومن ميزاته انه ما فيش في اكسترنال فرجمنتيشن، مظبوط ولا؟ في انترنال بس في الاخر، بس ما بيزيدش عن صفحه تقريبا، مش هيك ولا؟ لكن ما فيش في اكسترنال فرجمنتيشن. وبعدين اللي هي عمليه الموف ان اند اوت اوف الميموري بتكون على مستوى البيج، مش هيك؟ بالتالي ممكن تعمل سوفيستيكيتد ميمو مانجمنت تكنيكس بتناسب تستفيد من حكايه انه البيج سايز تبعها جاست 2 ونص شيء، وشفنا الكلام. اوكي، والسيجمنتيشن قلنا انه البروجرامر اللي بيكون بيعمله اصلا، مش هيك ولا؟ وبكون شايفه وله ميزاته، زي من ميزاته انه بما انه السيجمنت كان جرو خلال الشغل، ممكن يحط في سام سيجمنت داتا ستراكشر زي تري اللي ضربت فيها المثال اللي فات، وتجرو زي ما بدك، اند شينك زي ما محتاج اللي هو الشغل، لانه في الاخر في كل سيجمنت لها لينك، مش هيك ولا؟ ممكن يتغير اللينك مع الران تايم. اوكي، والديزاين بيكون مودولر، صح ولا؟ بتقسم الشغل للسيجمنت، وممكن تعمل شيرنج كمان اند بروتكشن على مستوى السيجمنت، على مستوى مين؟ اللي هو السيجمنت. وبالتالي لو انت عملت كومبايننج للبيجنج مع اللي هو السيجمنتيشن، يو ويل جيت الادفانتج اوف بوث، مظبوط ولا لا؟ هذا اللي حنشوفه عليه. تمام، اوكي، حنشوف كيف اللي هو البيجنج اند سيجمنت اند سيجمنتيشن كيف بيعملهم كومبايننج مع بعض. في البيجنج سيجمنتيشن سيستم اليوزر اد سبيس هتلاقيه بيتقسم الى عدد برضه من السيجمنتس لازال حسب رغبه البروجرامر. تمام، هو اللي بيقرر، بيقول انا بدي 2 سيجمنت 3 سيجمنت 4 5 زي ما بده، زي ما يحتاج الشغل. تمام، لكن كل سيجمنت له اسم بروح مقسمها الى مين؟ الى عدد من البيجز، تكست سايز بيجز، والسايز تبع البيج بتكون ايش؟ بتساوي سايز تبع الفريم. تمام، يعني معناته البروجرامر بيقسم الى ايش؟ سيجمنت، والاس بروح مقسم الى ايش؟ كل سيجمنت الى بيجز. تمام، والبيجز السايز تبعها بيكون ايش؟ از فيكست، والسايز تبع البيج لازال بيساوي 7 مين؟ تبع اللي هو الفريم. تمام، ومن وجهه نظر البروجرامر الاس سبيس اللوجيكال اس سبيس لازال مكون من ايش؟ من سيجمنت اللي هو نمبر وسيجمنت واوفست وذين السيجمنت، يعني هو مش شايف بيجز، سيجمنت نمبر واوفست وذين مين؟ اللي هو السيجمنت. لكن من وجهه نظر اللي هو السيستم هنقسم الاوفست تبع السيجمنت الى تو فيلدز، وان فيلد للبيج نمبر وذين السيجمنت، واللي بيضل اوفست اوف البيج اللي وذين السيجمنت. لا له برضه، لا السيجمنت مش 2 وش شيء. لا مش شرط. اوكي، وهذا ممكن تقول عباره عن ادفانتج اللي هي يعني زميلكم بيقول بما انه السيجمنت حيكون عدد ايكوال عدد صحيح من البيج، مش هيك ولا؟ اوكي، ساعتها يعني خلينا نقول مثلا انه مثال على السريع، لو قلنا عمل سيجمنت تو بيجز، لو البيج 1 كي، البيج كام؟ 1 كي، يبقى عمليا حتاخذ كم بيج السيجمنت هذه؟ 2، لكن ممكن نحط اللينك تبعها 1500، 1000 وكم؟ 1500، مش 2K، بيفيد فعلا في البروتكشن، بحيث لو في الاول بيقارن الاوفست، بيقارن الاوفست كله مع ال 1500، فبحيث لو اداله اكثر من 1500 معناته صح هو وذين البيج الثانيه، بس بيعرف انه في فايوليشن برضه، لانه هذا اللي هو لو عمل شغال في الانترنال فرجمنتيشن. هو عملي هو حجز تو بيجز، لكن شغال عمليه على كم؟ في ونص. وبالتالي اللينكث لا زال بنحطه مش 2 اس للسيجمنت، اي رقم حسب ما تحتاج. تمام، مش شرط اكزاكتلي قد ما عدد البيج، وبالتالي ايش بتكون فادت في الحاله هذه؟ ايش في البروتكشن، مش هيك ولا؟ وبالتالي لو هو حاول يخش في الانترنال فرجمنتيشن بدي له فايوليشن، بقول له انت عمال اكسس ايش برا السيجمنت، صح انا بدي لك 2 بيجز بس انت اللينك تبعك 1500. تمام، والبيج الثانيه محسوب عليه كلها مظبوط، بس مش كلها انت مستخدم، انت مستخدم فقط نص. بالك هذا هي. اوكي، وبالتالي قلنا هالجيت من ناحيه من وجهه نظر البروجرامر الاد سبيس مقسم الى ايش؟ الى كم فيلد؟ تو فيلدز، سيجمنت نمبر واوفست وذين مين؟ السيجمنت.
لكن الاوفست اللي وذين السيجمنت مقسم لكم فيلد، هل لقيت برضه تو فيلدز الى بيج وذين السيجمنت وبعدين اوفست وذين البيج اللي هي هاد اللي رقمها مكتوب. تمام اوكي ماشي. حنشوف كيف بيعمل الترانسليشن. طلع الفيجر هاد. هاي البيج هو الادرس فعلا سيجمنت نمبر، ومن هنا لهنا هذا عباره عن مين؟ الاوفست وذين السيجمنت اوفست، هذا اللي بتقارن مع اللينكث اللي في السيجمنت تيبل، هو السيجمنت مع اللينكث، بحيث لو اقل اوكي لو اكبر يسوي في فاريشن. تمام لكن برضه هل لقيت هذا الاوفست اللي من هنا لهنا مقسم الى كم فيلد؟ تو فيلدز، البيج نمبر اند الاوفست وذين ايش؟ البيج. شوف بقى كيف بيعمل ترانسليشن اون ذا فلاي. طبعا اول ما البروسيس تشتغل بيروح الاس محمل، خلينا نقول قبل الكلام هذا لسه لازال في عندك سيجمنت تيبل للبروسيس، لكل بروسيس بيكون موجود وين السيجمنت تيبل؟ في المين ميموري. تمام وبعدين السيجمنت تيبل بيكون مقسم لانتريز، كل انتريز بتشاور لبيج تيبل، لقيت الانتري هذه لوان سيجمنت. تمام بدها بيج تيبل لانه السيجمنت مقسم الى ايش؟ الى بيجز. معناته لو في سيجمنت تيبل مثلا 10 انتريز، معناته بدها كم بيج تيبل؟ 10 بيج تيبل. 10 انتريز يعني كم سيجمنت؟ 10 سيجمنتس، وكل سيجمنت بدها ايش؟ بدها 1 بيج تيبل، بدها 1 ايش؟ بس بالشرط اطول البيج تيبلز يكونوا ذا سيم. يعني لو سيجمنت الاولانيه مثلا 3 بيجز معناته البيج تيبل بتاعتها بتكون كم انتري؟ 3 انتريز. لو السيجمنت الثانيه 20 بيج معناته البيج تيبل تبعتها 20 ايش؟ 20 انتري. اند سو واضح. والبيج تيبلز هذول برضه بيكونوا موجودين وين؟ في المين ميموري. في المين ايش؟ في المين ميموري. واضح. شوف كيف بيحصل التراك. اول ما الاو اس يشغل اللي هو البروسيس بيروح جايب بدايه السيجمنت تيبل من البي سي بي بتاع البروسيس وحاطه وين؟ في ريجستر جوا السي بي يو، جوا الريجستر عشان يعرف يعمل ترانسليشن اون ذا فلاي ساعه ما شغال. السي بي يو بروح مطلع فيجوال ادرس. تمام بروح ماخذ السيجمنت نمبر ومستخدمه كاندكس، بس في الاول بيجمع لمين؟ لبدايه السيجمنت تيبل. تمام بدي له عنوان، العنوان هذا بيشاور لمين؟ لانتري في السيجمنت تيبل، والسيجمنت تيبل موجوده وين؟ في المين. بروح قاري الانتري هذه وحاططها عنده في سم ريجستر. تمام في الاول بقراها دائما، ما تنساش انه اي شيء في المين في الاول لازم ايش؟ ينقرا، ما ينفعش يشتغل عليه هو ايش؟ وهو لسه في المين، لازم يجيبه ويحطه عنده. مضبوطها لا؟ سم ريجستر جوا السي بي يو، وين ريجستر ما تفرقش عندنا مين. تمام قاري الانتري هذه، من الانتري هذه تمام بكون مكتوب هنا سم وان فيلد اللي هو ايش؟ عنوان البيج تيبل تبعت السيجمنت هذا تبع الانتري هذا، عنوانه وين؟ بدايه العنوان هذا اللي هو العنوان هذا، البدايه هذا وين؟ في المين. يكون مكتوب هنا الفيلد اللي هنا. تمام وروح مطلعه هنا وجمعه على مين؟ على رقم البيج. لقيت هذا بيشاور لهنا لبدايه، ليش البدايه؟ بدي الانتري الفلانيه 10، فبروح جامع على هنا على 10 زائد 10 بوديه لمين؟ للانتري اللي بدها من البيج تيبل، للانتري اللي بدها من مين؟ من البيج تيبل. ولذات البيج تيبل انتري مكون من بي بت ومودفاي بت وشغلات هذه، بتطلع في الاول على مين؟ على البي بت بريزنت. اذا البي از 1 معناته البيج بتاعت البروسيس في المين موجوده، معناته الفريم نمبر هنا از تمام. بياخذ الفريم نمبر بيحطه على اسماء الاوفست، الاوفست لمين؟ اللي هو هذا اللي هو من هنا لهنا. تمام بدي لك فيزيكال ادرس هذا هو، بروح قاري الانستركشن او الداتا اللي بدي اياها. لكن لو البي بت بزيرو معناته البيج بتاعت البروسيس از نوت ان ميموري، معناته بيج فولت، معناته ايه؟ بيج فولت. بروح بصير انتربت، بروح السيستم قاري البيج وحاططها في سب فريم، وبروح مظبط بروح كذا رقم الفريم وبخلي البت البي بواحد والام بزيرو، وبيعمل ريران انستركشن حصل عنده التراب اللي هو هذا، ثاني مره بيلاقي ايش؟ البي بواحد وبيشتغل واحد. واضح؟ كيف شغال؟ اوكي ماشي. ممكن ايش؟ قصدك هنا في بي بت هنا؟ ايوه لا مش ممكن.
ايوه. وانت ليش ودياك تقول لي ليش مش ممكن؟ ليش؟ لانه بشاور بس على البلاي ستيشن، مش على لانه الجاتا بنعمل لودي مش على مستوى السيجمنت. بنعمل لودي مش على مستوى ايش؟ السيجمنت. نعمل السيجمنت مقسمينها لبيجز، فالبي لم يعد موجود هنا ولا الام موجود هنا، موجودين في ايش؟ في البيجز هنا في الهن. لذلك لو طلعت على الفيجر لقيت هنا على سي على الفيجر هذا، طلع هنا هاي البيج والادرس قسمنا سيجمنت نمبر وبيج نمبر واوبشن شيك ولا. لاحظ اللي هي السيجمنت تيبل انت لوحدها فيها كنترول بيتس بتفيد في الشيك والبروتكشن، وفيها اللينكث وسيجمنت بيز. سيجمنت بيز عنوان مين؟ لا سيجمنت بيز هنا حيصير فيها لقيت اللي هو عنوان البيج تيبل تبعت الانتري هذه في المنيو. تمام، هذه انتري من السيجمنت تيبل. السيجمنت تيبل على بعض لها عنوان اللي بنحط في الريجستر هذاك اللي شفته قبل شوي، هذا الريجستر. تمام، لكن الانتري الواحده فيها فيلد هنا سيجمنت بيز، هذا البيز تبع مين؟ تبع البيج تيبل او ذس سيجمنت تيبل انتري. تمام، ولاحظ الايش البيج تيبل انتري هلقيت فيها فريم نمبر كالعاده وكنترول بيتس والبي والام. البي لم يعد موجود هنا في السيجمنت، ايش العادي البي كان هنا؟ انه كان بيحمل سواء له سبعه او اوت على مستوى السيجمنت مش هيك ولا؟ لكن هنا مش على مستوى السيجمنت، صح السيجمنت مقسمه لبيجز لكن بيحمل السيجمنت، بيحمل ايش؟ بيجز من السيجمنت. لذلك البي والام انتقلوا لمين؟ للبيج تيبل انتري. واضح؟ للبيج تيبل ايش؟ انتري. تمام هيك؟ اوكي ماشي. ماشي يا سليم؟ تمام. المشكلة فيها يكون كثير ميموري اكسس. ميموري اكسس لايش؟ ميموري اكسس انه بده يدخل اول مرة. طيب انت شاطر. طيب شاطر. بيعمل كمان اكسس عشان يجيب. طيب شاطر. اي مظبوط. يعني عشان يعمل اكسس. تمام هيك شاطر فعلا، انتبهت للنقطة هذه، بس بدك تكون اشطر لقيت رح تجاوبني على السؤال اللي حسأله. واخد بالك؟ بده تي ال بي فعلا عشان يعمل هيك ريفرنس لشيء، بده اول شيء يعمل اكسس للسيجمنت تيبل، هذه وين؟ في المين، هيكلف 1 ميموري ريفرنس، وبعدين بده يجيب الانت تبعت البيج تيبل من الميموري، هي كمان ميموري ريفرنس. تمام، والقصيد طبعا الاخير ما بنحسبش لانه صار اثنين، كم واحدة زيادة؟ اثنين، وهذا التايم كونسيومينج. يعني عشان احنا بدنا ايش؟ بدنا تي ال بي. لذلك هتلاقي تل بي دائما مستخدم مع الستركشر هذا كله، سواء بيجنج لحاله تمام او سيجمنتيشن لحاله او بريج مع سيجمنت، بده في الاخر ايش؟ تي ال بي. عشان الانترز اللي يجيبها يحطها وين؟ يحطها في التي ال بي، بحيث في الاول بيطلع تي ال بي بياخذ الاسم منها وخلصت. لو ما فيش بيطلع طلع من على السيجمنت تيبل وعلى الحاجات. تمام ولا ماشي الحال؟ التي ال بي غير الكاش العاديه يقول. اه طبعا اذا لقى الانتري في التي ال بي وشكل العنوان في الاول بطلع على مين؟ على الكاش. اذا في الكاش الشيء بيجيبون كاش، اذا مش في الكاش اذا مش بيروح على اللي هي ميموري. كويس ولا مش كويس؟ تمام اوكي ماشي. كنت بدي اقول شغله لكن مش مشكله. اوكي واضح؟ تمام خلصنا من الاشياء الاهمية. طبعا زي ما قلنا اكثر من مره السيجمنتيشن بيفيد في البروتكشن والشيرنج، ممكن تعمل بروتكشن على مستوى مين؟ اللي هي السيجمنتس على مستوى ايش؟ فالكنترول مش فيه، لازال في السيجمنت تيبل انتري واحده فيه كنترول فيلدز، هذا ممكن يستخدمها للشيرنج. تمام فلك هل هي شيرد فور وات ريد اونلي او ريد رايت؟ لو بتشوف كيف في حاجه للبروتكشن، لازال فيه في السيجمنت تيبل انتري في لينكس فيه، وبالتالي كل ادرس كل اوفست كله على بعضه قبل التكسير بيقارنوا مين؟ باللينك. اذا اقل اوكي، اذا اكثر بدي لك بايوليشن، بدي لك على طول اكسبشن تراب. تمام اوكي، كيف ممكن نعمل شيرنج؟ شيرنج كيف ات از امبلمنتد؟ ممكن بروسيس تكون مكون من كذا سيجمنت، بس ثلاثه سيجمنت، وبروسيس ثانيه مكون من اربع سيجمنت،
ممكن سيجمنت من الاولانيه تمام حيكون لها طبعا انترفيس سيجمنت تيبل تمام والثانيه لها سيجمنت تيبل ممكن السيجمنت تيبل تمام بتاعت الثانيه وانتري منها يكون البيز اللي هنا تبع البيج تيبل زي البيز تبع البيج تيبل معناته عمليا شارك نفس الايش اشتركوا بنفس السيجمنت هذا صار الشير واخد بالك يعني سهل جدا انه بتلاقي اللي هي تو انتريز بديفرنت سيجمنت تيبلز ار ذا سيم معناته الانتريز هذول عمليا بيشاوروا فيزيكال في المو على نفس الايش نفس السيجمنت ودي ار شير بما انه موجوده في سيجمنت تيبل هذا والسيجمنت تيبل هذه او حتى 100 واحده كمان اتز شير وتفيد هذا في ايش كمان وبيفيد في لو انت مثلا شغالين على سيرفر كذا واحد ويورن ذا سيم ابلكيشن الكود ما بيتغيرش بيلزمش عشان يعمل لك بروسيس لايش يروح مكرر الكود لك وله له 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 بياخذ 100 كثير على الفاضي ساعتها ممكن يعمل السيجمنت لو في سيجمنتيشن او البيجز لو في بيجنج لو بيستخدم بيجنج تمام يخليها شير بتوين ذيس ايش يوزرز اوكي على اعتبار مشغلين نفس الايش البروسيس وذا سيم ايش سيم كود اللي بتغير بينك بتغير بيختلف بالنسبه لك وغيرك بس الداتا تبعتك انت شغال على الداتا وانفايرمنت بتغير القيم وفاريبلز مختلفين لكن الكود بيكون ايش ذا سيم ما بيختلفش لذلك الكود لما بتشغل كذا تطبيق على كذا الداتا ابلكيشن اذا على نفس السيستم في الغالب الكود بيكون ايش شير كيف بيعملوا شيرنج؟ انه بيكرروا في البيج تيبل او في السيجمنت تيبل. اذا مستخدم بيج بيكرر البيج تبعته وين؟ في البيج تيبل، بيكون موجود هنا وين؟ لو سيجمنت تيبل بيكون موجود ايش؟ هنا وهنا بوساطة شديدة. واضح؟ اوكي ماشي. الديزاينرز تبعون الميو مانجمنت سيستم بيكون يعني في امامهم ثلاث بنود ثلاث شغلات لازم يشوف كيف يعملوه اول اشي هل حيستخدم فيرشوال او مش حيستخدم احنا شفنا النت بيور من غير فيرشوال وشفنا الفيرشوال مش هيك ولا النورمال وشفنا الفيرشوال اوكي طيب هل حيستخدم بيجنج وبس ولا سيجمنتيشن وبس ولا بيجنج مع ايش مع سيجمنتيشن وشفنا هذا وهذا كله شفنا مش هيك ولا وبعدين في الجوريثمز للريبليسمنت والريبليسمنت والشغلات حيتكلم عليها وش تيوز تمام لازم هنا يقرر هل بده هيك ولا هيك ولك حسب لزوم طبعا ايش بيقرر ويشوف ذلك احنا وي ستادي ايفري ثينج تمام ولا لانه مش شرط يكون السيستم ممكن السيستم بدوش فيرشوال اصلا بروسيسز تاسكس صغيره بالذات في الامبيدد سيستمز بدها فيرشوال ميموري بيكونش في الغالب الامبيدد سيستم بيكونش فيه على فكره بيكونش فيه ديسك بيكون في بس روم ورام وكاسيت وبالك بدوش فيرشوال ميموري اصلا بالمره فمش شرط اي سيستم يكون بده فيرشوال ميموري يعني انت بتعقد الاشي اذا الاشي بده التعقيد لكن اذا بدوش خلص بنحل بالسهل بنحل بالايش بالسهل تمام وطب هل بيجنج ولا سيجمنتيشن ولا الاثنين على بعض طب ايش الالجوريثم اللي استخدمها للبريفيتش للبليسمنت للريبليسمنت للشغلات هذه في كلام تمام هيتكلم عليه بالنسبة للتشويسز الأولانيين اللي هو هل تيوز فيرشوال أو ما تستخدمش أو بيجنج أو سيجمنتيشن بقول لك في اليونكس القديم ما كانش في فيرشوال ميموري لأنه ببساطة الهاردوير داز نوت سبورت بيجنج ولا سيجمنتيشن خلي بالك زي ما شفنا عشان تعمل اللي هو البيجنج أو سيجمنتيشن بدك الهاردوير ما سبورت ذس مش هيك ولا اوكي يعني بدك اللي هي ال بدك الريجستر مخصوص بتحط فيه عنوان البيج تيبل او عنوان اللي هو السيجمنت تيبل بدك تي ال بي شايف كيف بدك اذا صار خرق يدي لك بيج فولت اذا البيج مش موجوده يدي لك بيج فولت والهاردوير يتولى الاشي او الهاردوير مع السوفتوير او السوفتوير لحاله فذير ماست بي سم كايند اوف هاردوير سبورت مش هيك ولا هاردوير ايش سبورت ممكن نعمله بسكيور سبورت بس بيكون بطيء صح؟ ما هو الهاردوير لا هاردوير سبورت بيور مش ممكن واخد بالك يعني مثلا هاردوير يعني ابسطها عشان يعمل بيج فولت بيج مش في المين مين مول كيف هيعمل بيج فولت؟
قول لي البيج فولت هاردوير ايش هو؟ تمام، سيجنال بتطلع طالعها الانتربت. تمام، كيف حيعمل؟ معناته لازم في الهاردوير وهو عمل بيفحص لقى انه البيج مش موجود، فلازم الهاردوير عمل شيكينج انه البيج مش موجود، شيكينج على سم وير سمثينج، سواء البيج تيبل هنا او هنا او هنا. مظبوط معي ولا لا؟ يعني هنا بيصير الموضوع الهاردوير مع السوفت وير بيشتغلوا مع بعض زي ما شفنا، اللي بيظبط البيج تيبل نفسه بيعمل كريشن وسيت اب الاو اس بشكل ولا، لكن اون ذا فلاي اللي بيشغل عليها في الاخر مين؟ الهاردوير. مظبوط ولا لا؟ ولو حصل بيج فولت اللي بيجيب البيج الاو اس، لكن حتى لما يجي هو اللي بيظبط مين؟ اللي هو البيج تيبل. وقلنا بالنسبه للتنجل بي مخصوص اما بيكون مسؤول عنها الهاردوير هو اللي بيعملها مينتنس وابديت بالكامل، او اذا حصل فولت الاو اس هو اللي بيعملها ابديت. تمام، او الاو اس مع الجزء على الهاردوير جزء على مين؟ على الاو اس. لكن على الاقل الريدنج تبع التي ال بي والاكسس تبعها وكذا اثناء الروند فلاي على الهاردوير مش هيك ولا اوكي. فالكونسبت والشغلات هذه الامكانيات وقت ما بدها هاردوير سبورت سواء قليل او ايش او كثير، ما ينفعش او ما تنفعش من غير هاردوير ايش اللي هو من غير هاردوير اللي هو سبورت. تمام، من غير هاردوير اللي هو سبورت. كويس ولا مش كويس؟ تمام. يعني انا ممكن يعني امشي معك برضو كمان خطوه، اقول لك انه نظريا بينفع يكون سوفت وير بالمية في المية، بس عارف الحاد ايش حتسوي؟ عارف الديبجر؟ الديبجر لما تعمل سيجنال لو تعمل ستيبنج على سيجنال استراكشن بيستنى بعد كل استراكشن، ممكن يشغل ايش اللي هو الاو اس مثلا السي بي يو لو في ديباج مود مثلا في الاول قبل كونستراكشن يوقف، قبل بدايه تكون استراكشن يوقف وشو استراكشن اللي جاي ايش طلباته الاو اس، يشوف يقرا الاو اس نفسه كوورد ويحلل ويشوف ايش العمل اللي حيشوفها، هل جوا في المين ولا مش في المين، لو مش في المين يحضرها. تمام، لو في المين ليش تخيل على بتوقف كل مره بعد كونستراكشن وقت شكل يعمل هذا، فعمليا بس يعني هو مش عمل بالمره هيك، لكن ما فيش حد عملها بالشكل حتى اللي انا بقوله. لكن لو نعملها خليه مثلا كذا ماشي، ممكن بعد قبل كونستراكت قبل ما يبدا اي انستراكشن والاوس ريز انستراكشن مجرد تقرا وشوف ايش العناوين اللي بده اياها، ايش العناوين ايش اللي ممكن نحتاجها، لو في المين خلاص بينفذوا وبس بعد ما ينفذوا لازم برضه ايش يوقف، لو مش في المين يجهز له اياها في الاول وبعدين بينفذوا. تمام، ولكن بعد ما نفتح في الحاله هذه او في الحاله هذه برضه بيوقف عشان نشوف مين اللي بعده، بس مش طريقه كيف؟ هنشوف حاجه لقيت بسوي ديماند بيجنج، هلقيت بالنسبه لي بدي اقول ديماند بيج في البري بيجنج كمان شوي. اوكي ماشي، لكن هذا على مستوى تيبل مش على مستوى انستراكشن. انا قاعد بتكلم على ترانسليشن، لقيت بتكلم ايش الترانسليشن هذا لكل انستراكشن، انا بتكلم على مستوى تيبل، تيبل يكون في بيجز في الاخر على فكره. تمام، بيج مش كود. تمام، لكن هلقيت الترانسليشن اللي بيصير اون ذا فلاي هذا مع كل ايش مع كل انستراكشن، وبالتالي مش عمل بالمرة مش هيك ولا؟ اوكي تمام. الام اس دوس ما لحقتوش انتوا، واخد بالك احنا لحقنا كلهم هدول. طبعا ما كانش في فيرشوال اصلا، ما كانش في ويندوز اصلا ايام الام اس دوس بالمرة، كان كنا نشتري له كوماند لاين. فعلا كلها كوماند لاين كنا وسطين عليه لانه هذا كان موجود. اوكي لكن اللي هي الاوبريتنج سيستمز الاخرى حتى من القديم دي سبورت الفيرتشوال ميموري، بس على اعتبار الهاردوير في ايش في سبورت الفيرتشوال ميموري. اوكي، السيجمنتيشن نادر الاستخدام، البيور سيجمنتيشن ممكن سيجمنتيشن مع بيجنج ممكن تلاقيه، وهذا برضه مش كتير، لكن في الغالب هتلاقي ايش البيجنج فيرتشوال بيجنج سيستمز، فيرتشوال بيجنج ايش اللي هو سيستمز. اوكي، لكن ان اول كيسز سواء اذا قلت سيجمنتيشن او بيجنج او الاثنين مع بعض بده هاردوير ايش؟ بده هاردوير سبورت، بده هاردوير ايش؟ اللي هو سبورت.
اوكي. لكن بالنسبه للبند الثالث اللي هو تبع البوليسيز والالجوريثمز، هذا موضوع سوفت وير. تمام، يعني في بوليس، في تكنيكس، في الجوريثمز، في طرق لكذا شغله، للبليسمنت، للريبليسمنت، في كلام عليها. ولو انه برضه في بعضها بدها هاردوير سبورت، زي ما حنشوف في بعضها بدها ايش؟ هاردوير سبورت. واضح؟ اوكي ماشي. اوكي. بدها هاردوير ايش؟ اللي هو سبورت. اوكي ماشي. يعني انت في يعني حتى الحاجات النظريه تلاقي يعني بدها سم كايند اوف هاردوير. اوكي. واحنا بجميع الاحوال، جميع الاحوال كنا نقولها الاحوال، ولكن جميع الاحوال بهمنا مين؟ البرفورمانس. مظبوط ولا؟ اي نعم. واللي هو ويتحكم في البرفورمانس تبعنا البيج فولتس، بدنا نقلل الايش؟ البيج فولتس. لان البيج فولت تاخذ من وقت كثير. كيف؟ انه البيج فولت متى بتصير؟ بيكون الفريمز في الميموري ايش مالهم؟ مليان. بدنا نستبدل واحد منهم. عشان تستبدل في الاول بدك تطلع عليهم حسب كل اسبوع وتشوف مين تستبدل في كذا تكنيك، عشان تشوف وتقرر مين. هذا بياخذ وقت ولسه ما طلعناش، ما عملناش استبدال، عشان في كذا فريم فيها مثلا 100 فريم مثلا او 1000 فريم في الميموري. You want to replace واحد منهم. You need to look at this 1000 فريمز وتشوف which to replace. مظبوط ولا؟ في تكنيكس عديده بتختلف بالتايم والبرفورمانس تبعها. مظبوط. We have to minimize this time لأنه هذا في الآخر time management. بدنا نقلل إيش؟ الإدارة بدناش نشتغل شغل عرب. بعد شغل العرب بكل المانجمنت بكل الشغلة بيتها مثلا اللي هي الموظفين ثلاثة بروح حاطط 20. واخد بالك؟ الشغل بيخرب ونفقات وميزانيات على الفاضي. هذا اللي بيصير. كيف؟ مظبوط. You are right. تمام مظبوط. في السلك الحكومة زي ما بقول بالك، لو عند العرب حاصل كمان في الخاص، حاصل في الخاص. لعلمك الخاص برضه ما بتمشيش على كده. يعني مثلا اضرب لك مثال، لو انت مثلا ابوك فاتح شركة الاس اللي هي اي تي تكنولوجي. تمام، بديش اقول انت عشان ما اكونش خطابي للمهم مباشرة. تمام، سو واحد في حد فاتح مثلا بالك اي تي، ابوه فاتح شركه، بعرف ابوه فعلا فاتح شركه اي تي. مظبوط، وبيعمل دوبك لبروجرامز وشغلات. تمام، بلاش تتكلم على ابوك في التحديد بالك، بديش اقول لك بالك. فلما يجي يشتغل في الاخر ممكن يكون مثلا ابنه او اخوه او قريبه او صاحبه مش بروفيشنال يعني، او مش شاطر كثير وشغله. لا محمد شاطر. مظبوط، واخد بالك، ويكون واحد اكبر منه بكثير وهو مشاوره مجرد انه قريبه. واخد بالك، حتى الاجانب بيعملوش ما بيعملوش الاجانب. واخد بالك الاجانب، واخد بالك، لانه حتى انا لو انا ببدأ مسؤول حتى القطاع الخاص، حتى المفروض اذا في مثلا اي شاغل يعلن عنه بالوسائل الرسميه المعروفه، الميديا المعروفه، والناس تتقدم طلبات، ويكون مسؤول عن اللي هو الاشي جهه مركزيه مش نفس الشركه. بعدك بعمل المسج ستلايت سيستم مش نفس الاشي اللي هو اوكي. ايوه شايف، مش نفس الشركه، نفس الحكومه تكون مسؤول عنه كمان. صح، وايش اللي عندك في الاخر؟ عشان مش على كيفه يكون واحد مش مع مؤهل. ما انت بتلاقي في ناس كثير، ناس كثير انا بعرف معوش المؤهل اصلا. واخد بالك، معوش المؤهل وبيشتغل وماخذ شاغل وظيفه، هذا مشكله. واحد ثاني بينحت بعرق وجاب الشهادة وتعبان وكذا وجاب المعدل الفلاني وبلاقي فرصة عمل. وكان حاصل حتى في الخاص. اوكي ماشي. فاحنا بيهمنا انه ايش؟ انه نقلل الاوفر هيد تبع اي مانجمنت. تمام؟ اوكي. وبعدين بعد ما يصير اللي هي بيج فولت، بعد ما يصير البيج فولت ويقرر وش بيج تو ريبليس، لقيت هذا مش بدها نقل من الديسك مثلا للمين، او حتى قبل ما ينقل اذا البيج اللي هيحط عليها موديفايد هينقلها في الاول للديسك
هذا تيكس تايم، بنقلل الاشياء مظبوط ولا بنقلل ايش الاشياء الاشياء هذا. لذلك المفروض الاو اس يشتغل بذكاء بحيث انه يقلل بيج فولتس مظبوط ولا، لانه هي في الموضوع هذا من المانجمنت هي اهم شيء. تمام اوكي. بعدين خلينا نقول انه موضوع اختيار ويتش بوليسي تو سيلكت لشيء معين سواء للريبليسمنت او شيء ثاني بيتدخل فيه حاجات كثير. قديش في عندك الميموري سايز، قديش سرعه المين بالنسبه للسكند ستورج، قديش عدد البروسيس اللي شغاله، قديش السايت تاع كل بروسيس، ايش البيهافير تبع البروجرامز اللي شغاله. اللي بالك البرامج انت لو شغال مش على جيم وغير برنامج شغال على وورد او شغال على كذا البيهافير بتختلف شيك ولا، او حتى على نفس الابلكيشن البيهافير تبع البرامج تختلف والبيهافير تبع اليوزر تختلف. انت البيهافير تبعك مع مثلا برنامج اللي هو وورد غير واحد ثاني على الوورد نفسه مظبوط ولا، من ناحيه ايش ويتش منيوز ويتش كوماندز المطلوبه اصلا وديش الريت اوف كوماندز. اذا انت سلاوت سكرتري مثلا وفي الغالب طايق على كورب احنا سريعين شيك ولا، احنا بنقعد اللي هي مش عارف قديش واحنا بندور على الحرف مظبوط ولا. فبيختلف البيهيفر من ايش من بروجرام لبروجرام من يوزر ايش من يوزر اللي هو الى يوزر. خلي بالك يعني احنا يعني يمكن في اليوزنج في اليوزنج او التكنولوجي ابطا من غيرنا واخد بالك، لكن احنا بنعملهم ديزاين تكنولوجي مظبوط ولا. ولو بدنا نعرف شغلات في شغلاتهم في اليوزج هم اللي يعرفوها مش ممكن يعرفوها ويتعلموها لو خشوا عمق الشغله. احنا بنعرفها يعني ماشي بالوورد ماشي قديش بنعرف انا وانت في ماشي من 5% بس من كذا وماشي شغل. لكن اف وان تو يوز هي مور كل 100% بنقدر بس بدناش بس بتلزمناش. لكن اليوزرز العاديين واخد بالك بالكثير ممكن يوصل 20% من اليوزج تبع الوورد حتى السكرتير نفسه واللي دائما شغالين تايبنج وشغلات كذا. لكن في ليفلز معين لو بده يخش فيها مش هيعرف بالك. لكن احنا بنسمناش لا العشي ولا كذا واخد بالك، احنا وارد ديزاينرز. لكن لما نعمل وورد احنا بنعمل صح ولا نعمل اي تطبيق ونعلم كل الكلام هذا او كيف مش اخذت المفروض انت تقدر تعمل وورد ابلكيشن مفروض لانك اخذت اللي هي برمجه واحد برمجه او داتا ستراكشرز واخذت اللي هي داتا بيز هيك بتاخذ او اس اللي هو كمان تخصص كل انجينيرنج هذول كلهم. اذا انت بعدها ما قدرت تعمل ابلكيشن زي وورد يبقى معناته في مشكله بروبلم. بس احنا ليش بنعمل شوار تمام عشان تعمل بالامكانيات الموجوده وكذا كذا يقول تيك تايم وبادجت وكذا وكذا وغيرك شغالين عليه وخلاص وشغل كل العالم كله شغال على الوورد تبع مايكروسوفت شيك ولا. ويختلفوا بس في الانترفيس العربي حطوا انترفيس عربي الياباني انترفيس ياباني الانجليزي انجليزي اند سو اون اوكي. اللي بيصير عمليا مش هتلاقي تشكيله تقول اوكي لو انا استخدمت مع البريفتش مثلا الديمن ومع ريبليسمنت الار يو ومع كذا استخدمت الالجوريثم الفلاني على طول الخط هذول شغالين كويسين على طول الخط. لا بيختلفوا من سيستم لمين لسيستم. وحتى على السيستم الواحد اوكي في فتره معينه ممكن يلاقي سيتنج معين كويس مع مرور الزمن بيصير دريفت ممكن اليوزرز نفسهم بدهم يتغيروا. يعني مثلا لو كان شغال على السيستم اللي هي موظفين في الشركة أو في المؤسسة على السيرفر 50 واحد وموظفهم مختارين كبار في السن اختارية تجيه تبعتهم قليلة وقت كتير بيقضوا اللي هو في الكلام والحديث والشغلات والكذا ونادر لما يكونوا بيشتغلوا على السيستم طالي طلب وتالي طلباتهم للريسورس تبعت السيستم قليلة. أما هو إيش طلبات متى أي تطلب تشغله you are requesting something من السيستم حالة بتطلب من ميموري بتطلب ديسك ترانسفير وبتطلب سيمافوز وبتطلب مش عارف القصص وبتفتح الداتابيز وشكل الداتابيز والقصص بتطلب ريسورسز اوكي. لكن لو وبالتالي ممكن مع الفئه هذه من الناس يلاقي انه بكفي البيج سايز تكون كذا والفيس تكون مثلا فيس ان فيس اوت تبع البيج يكون كذا يكون كذا وتواتش ويل فيري ويل. لكن يمكن بعد مده سنه سنتين اللي هو صاحب الشركه يستبدله ويجيب شباب صغار زيكم نشطين وبدهم يتعلموا وكذا كله شغال وطاق طاق طاق بالك عمال بيطلب كله على اسمين السيستم ريسورسز تطلبوا عمال بتطلب رام وكذا انت مش حاسس بطلبيات بعد ما جيت مين لو اسمه شيك ولا. وبالتالي السيتنج اللي كان عاونه مجموعه الناس الاختياريه صار مش ماشي مع مين مع الشباب مع نفس ابلكيشنز ونفس السيستم ونفس الكذا. فوظيفه عادي الادمنستريتور في الحاله هذه يكون بيراقب يكون في السيستم مونيتورنج زي ما تقول بروجرامز زي التاسك مانجر بتفتح على مستوى البي سي مش في تاسك مانجر
بتلاقي السي بي يو قديش يوتيلايزيشن الرام قديش ديسك كذا والقصص الثانيه. هو في بيكون سكت بروجرامز على سيرفرز اكثر من هذه بكثير، وبصير الادمنستريتور والروت وظيفته يراقب عاده السيستم يشوف هل في مشكله في الرام، صارت في البيج بوست قديش معدلها الكذا الكذا، وبناء على مراقبته للسيستم والبرفورمانس تبعه الحاجات المختلفه السي بي يو ورام وديسك بيقدر يغير في الالجوريثمز، يقول استخدم خلاص بدل الفيرست انفس او استخدم لي اوبتيمال، استخدم لي كذا، استخدم لي كذا اند سو اون. وطبعا هو من خبرته بصير يعرف انه وش يعني تقريبا حل المشكله تمام. وقديش البيس سايز مثلا، هل 4 كي انا قصة ازودها، شايف كيف اللوك سايز في الديسك نفسه قديش، هل مثلا في العاده بتاخذ 512 خلي 1 كي خلي نص كي كيف. فمنها بيقدر يعمل اوبتمايز ايش اللي هو الاساس بعين البوينت، انه ما فيش ست او بوليسز تاخذها على طول الخط وتقول هذول ذي ار ذا بيست على طول الخط، مش ماشي الحال. لذلك هو بتستدي كل الايش كل الجسم كل ايش اللي هو التكنيكس تمام، كل ايش التكنيكس اوكي ماشي. بس يكون فور انفورميشن اي الجسم بتختاره، كل ما الجسم متعقد الجسم في حالات بدها هاردوير سبورت تمام. اذا الالجوريثم متعقد بده هاردوير سبورت اعقد، بيكلف اكثر من ناحيه ايش اللي هو هاردوير. فمن الشطاره تختار المعقد، عبقريه اي شيء الهندسه عموما انك تعمل حل سهل ومكلف اقل شيء. كل ما كان اذا ادى الوظيفه كل ما التكلفه قلت وهذا قل، كل ما الشيء كان هذا الانجينير على فكره عموما انك تعمل شيء سهل تمام، الكوست اللي هو اقل والبرفورمانس اللي بديه بالك بالزمنيش برفورمانس يكون اللي هو عالي كتير اعلى من ما بدي. اذا اعلى ما بدك بكوست على الفاضي، وباقي الكوست على الاقل يتجاوز المينيمم اللي بدي اياه، المينيمم اللي بدي اياه ساعتها اتس اوكي. اذرواز اني ثينج مور، اي شيء زياده بده ايش هاردوير، بده كوست وبده مصاري اكثر، بده ايش مصاري ايش اكثر. نبدا بالفيتش بوليسي. طيب لما نكون بن وقتش الاو اس جي بيج من الديسك يحطها وين؟ في المين. في طريقتين، في ديماند بيجنج وفي بري بيجنج. الديماند بيجنج كيف بيشتغل؟ اللي هو اللي هي البيجنج حسب الطلب، بيشتغل مع كل فولت تمام، مع كل فولت. يعني لو البروسيس عملت اكسس ريفرنس لعنوان والعنوان هذا في بيج مش في المين، ساعتها صار بيج فولت بيجيب هذا اللي نطلبه بس لازم يجيبه، ما يقدرش ما يجيبهاش مظبوط، لازم ايش يجيب اللي هي البيج اوكي. طبعا بالديماند بيجنج في الاول، اول ما شغل البروسيس بيكون في فلاري يعني وفره، يعني زي ما بيقول عدد كبير من البيج فولتس، لانه اول ما شغلها بيسحب البيج الاولانيه تمام، بيصير شويه قليل عليها بيلاقي نفسه عمل ريفرنس للبيج الثاني، بيجيب الثاني والثالث والرابع لغايه ما يصير في مجموعه بيسموها الوركس وركينج سيت او ريزن سيت 15 بيج حسب البروسيس كيف شغاله. وانس جاب العدد هذا بالبروسيس ليترون بيكون البيج فولتس ايش بيصير بيقل كثير، بيقل ايش كثير. بس جميع الاحوال جابها ايش اون ديماند بالطلب، بجيب في الاول اول بيج تمام، بعد شويه حصل بيج فولت، البيج فولت بجيب البيج اللي بتاعت الفولت وهكذا لغايه ما جاب مجموعه معينه، هذا بيسموه ديماند ايش ديماند ايش بيجنج. والبري بيجنج اللي هو اللي انت بتقوله ايش بيسوي البري بيجنج، البري بيجنج برضه مع لما يصير بيج فولت بجيبش البيج بس المطلوبه، بجيب اللي وراها واللي وراها، ممكن مرات اللي قبلها يعني اللي حواليها، في الغالب بجيب ايش اللي وراها واللي وراها، يعني ايش جنبها ملاصق لها الاولانيه اللي وراها وممكن التنتين اللي وراها كيف. ليش بعمل هيك كيف؟ ايوه معتمد على لوكاتي اوف ريفرنس، لانه هو بيقول لك انا احتجت البيج هذه احتمال كثير احتل اللي حواليها برضه تمام. وسبب ثاني ليش بجيبهم كمان، لانه بيقول لك انه بالذات في الديسك القديمه الهارد ديسك القديمه اللي فيها كل الديسك مكون من بليتس، والبليت له تو سيرفيسز وفيشن فوق وتحت، ويكون في فوق ارم وتحت ارم وكذا بليت كذا ايش اللي هو بليت، والارم هذا والسيرفيس مقسم لتراكس تمام، والتراكس الى ايش الى سيكتورز تمام، والارم بيتحرك جوا وبرا كده والارم الارم تمام. فاللي هي اكبر وقت اللي هو ايش في هذا
اللي هو السيك تايم. السيك ايش تايم؟ اللي هو لو كان الهيد في مكان واضطر يحركه مثلا لجوه او لبره، هذه الحركه ميكانيكال موشن. اي شيء ميكانيكال بياخد وقت قديش؟ بالملي سكند. تخيل قديش؟ والملي سكند واحده كبيره. لو الملي سكند قلنا كم مايكرو الملي؟ 1000 مايكرو. والمايكرو كم نانو؟ معناته الملي كم نانو؟ مليون نانو. معناته الحركه الواحده بتحرك بس من تراك لتراك بده ايش؟ ملايين النانوز. والسبيو شغال بمعدل ايش؟ بالنانوز. والرام قديش الاكسستم تبعها؟ بيكون 100 نانو 125 نانو بالريت الرينج هذا اللي هي، والكاش بتكون 5 نانو 10 نانو بالشكل هذا بس. تمام؟ واضح؟ وبالتالي اللي هي تمام. وبالتالي هلقيت هو لو هو مثلا في حصل بيج فولت وحينقلها من ديسك لمين؟ للمين ميموري. لما يجي ينقلها تمام، اذا الارم اذا الهيد مش فوق التراك بده اياه لازم يحركه، بده سيك تايم ولا بياخذ ملي سكند. وانس وصل للتراك بده بس يعد كده روتيشن لغايه ما يوصل للسيكتور اللي بده اياه. تمام؟ وانس وصل للبيج اللي بده اياها، البيج الاخرى بتكون في الغالب جنبها مخزنه، بدهاش سيك تايم تاني. فبقول لك تمام، طالما وصلت البيج السيكتور اللي بده اياه، التراك اللي بده اياه، تمام؟ وجايب البيج هاي جايبها، بالمره بجيب مين؟ اللي حواليه. مش نوفر السيك تايم. لو ما عملش هيك ليترون يمكن تكون تسال بروسيس ثانيه، تطلب بيج الها فولت، يتحرك الهيد لتراك ثاني، البوش الاول يرجع يشتغل، يقول بدي البيج اللي بعدها، تمام؟ ايش يكون ايش؟ يضطر ايش؟ انه ايش؟ يعمل سيك كمان سيك. عشان كده بيعملوا ايش؟ اللي هو البري بيجنج. اوكي؟ البري بيجنج. اوكي؟ وبالتالي البري بيجنج ممكن يستخدم اللي هي مع ال يعني 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 مع البيج فولت. اوكي؟ بس مش بس الفولت بيج حيجيبها، يجيب كمان اللي جنبها اللي حواليه. اوكي؟ او ممكن يستخدم البيجنج كيف؟ في الفيس في الستارت اب. يعني اول ما يشغل البروسيس بدل ما يجيب اول بيج لحالها، تمام؟ بجيب اكمل بيج ورا بعض طخ 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 وبيحطهم في الرن. ما يستناش لما يصير عنده ايش؟ بيج فولت. يعني اقول له اول ما تعمل ستارت اب لو جاب بيج واحده بيحصل في الاول كميه كبيره من ايش؟ من بيج فولت. عشان يتجنب الكميه الكبيره في اول في البدايه هو خلاص على طول يعني اوتوماتيك اول ما تشغل ستارت اب للبروجرام تعمله ران بيجيب كذا بيج بيجيب ايش؟ كذا بيج من البروسيس بيحطهم في المنوري. تمام؟ اوكي ماشي. هذه بسموه ايش؟ البري اللي هي بيجنج البري بيجنج. اوكي ماشي. البري بيجنج خلي بالك البري بيجنج مختلف عن السواب ان. بالك السواب ان وسواب اوت. السواب اوت يعني بيطلع من المين للديسك، سواب ان من الديسك للمين. اذا عمل السي بي يو الاس سواب للبروسيس، سواب البروسيس قصده بيطلع كل البيج تبعتها للمين، بيطلعها ومين بيطلعهم على الديسك. لكن البري بيجنج غير. البري بيجنج لما بيج تحصل عندها فولت، تمام، بيجيب البيج تبعت الفولت واللي حوالي. تمام؟ اوكي ماشي. بالنسبه للبليسمنت، بالنسبه للبليسمنت لو الاو اس قرر انه يجيب بيج، يجيب ايش؟ بيج ويحطها في المنول، وين يحطها؟ لو خلينا نقول انه مسميها بدايه بيس وكان دقيق هنا بيس، لو قلنا بيس على اعتبار في سيجمنتيشن وفي بيجنج، تمام، وين احطها في المين؟ لو انا بتكلم عن سيجمنتيشن، تمام، في كذا طريقه وبيختلفوا في الاداء تبعهم زي ما شفنا. في السيجمنتيشن بجيب كل سيجمنت، تمام ولا ولازم احطها في مكان بيساع، شوف وين في فري هول بيساع. لذلك شفنا في كذا تكنيك، في البيرس في الفيرست فيت وفي البيست فيت وفي الاكس فيت وفي كذا شغله مش هيك، في الوست فيت كمان. تمام؟ كل واحد له ميزاته وله ايش؟ له عيوب. وبالتالي لازم ينظر لوين هيحطها مش هيك ولا؟ وفيها some kind of calculations او search، مرات بيكون اذا مثلا best fit لازم تطلع مين احسنهم. مظبوط؟
بينفعش اي يحطها في اي مكان، في وفي الجوريزم عديده بيختلف الاداء تبعهم مش هيك. لكن الان بستخدم بيجنج او بيجنج مع سيجمنتيشن او بيجنج مع سيجمنتيشن اوكي. ولو في فيلم ميموري مثلا اللي هي 5 فريمز ار فري، وفي بيج بدنا نجيبها نحطها في اي فريم، في اي فريم لو قلنا لو هم فاضيين بلاش نقول لو واحد في اي واحد، اي واحد ما فيش فرق في الاداء. ليش؟ لانه السايز تبع البيج بيساوي السايز تبع الفريم، فيش فيها لا فيز فيت ولا بيست فيت ولا الكلام هذا. مظبوط ولا اي فريم بيأدي المهم؟ مظبوط اي فريم بيأدي ايش المهم؟ هذا ليس للبليسمنت، مش فيها كلام كثير البليسمنت. تمام؟ اذا في سيجمنتيشن تفرق مش هيك ولا بده يشوف وين هيحطها بده يشوف. لكن في البيجنج او بيجنج مع سيجمنتيشن بتحط في اي مكان اي مايك فريم فاضي، الا اذا كان الفريمز ايش مليانين ساعتها تحتاج تو ريبليس، تحتاج تو ريبليس ايش تو ريبليس. في الحاله لازم نشوف مين احسن شيء يعمل ريبليسمنت. تمام؟ لو فيها كلام كثير حيتكلم عليه، كلام كثير في ريبليسمنت، في كلام كثير فعلا. تمام؟ طب هو متى بيعمل ريبليسمنت؟ بيضطر يعمل ريبليسمنت لما تكون كل فريمز في المين ايش مالهم؟ مليان ويصير بيج فولت. ساعتها بده يشوف مين يستبدل. في كذا بوليسي، كذا الجوريثم، كذا تكنيك. تمام؟ اوكي؟ ايش اهدافهم جميعهم؟ الهدف تبعهم جميعهم بغض النظر عن تفاصيل التكنيك انه يشيل اللي هو البيج اللي متامل انه مش يحتاجها قريبا في المستقبل. تمام؟ انه بيشوف وين هي البيج اللي مش يحتاجها قريبا، يعني محتاجها بعيد للاخر بيشيلها. تمام؟ لما بيعرف بس بلايش لا بيعمل مش هذا، اذا بيعمل شيء لما بيعمل انفاليديت للانترز تبعتها في الكاش. انفاليديت يعني اذا إيه لها انترز، اذا في انترز، اذا في بلوكس من البيج في هذا بيعمله انفاليديت. تمام؟ يعني انفاليد انفاليد انفاليد، يعني بيصير كانها فاضي. لا خلاص الجديده في الاول بحطها في المين. قلت له بيعمل لها اكسس اول مره بيلاقيهاش في الكاش، اللي جا ويحط البوك الورد اللي بده اياه، بجيب اللوك تبعها بحطها ايش اللي في الكاش، حطها ايش في الكاش زي ما تكلمنا المره اللي فاتت. تمام؟ اوكي. لكن لو في بيج يضطر يستبدلها يطلعها، ساعتها بيعمل انفاليديت بسموها لللاينز تبعتها اللي في الكاش. تمام؟ يصير كانها اتفار فاضيه ايش اللي هي في الكاش. او كيف؟ وطبعا في ما هو الجيت لما نفصل اللي هي المفروض البيج قبل ما تكون، لو هي البيج از حيستبدلها لو هي موديفايد الاول كمان، حتى بيطلع اذا فيها لاينز في الكاش لسه ما انعكستش عليها. تمام؟ لو هو بيعدل كمان في المفروض في مين اللي بيعدل؟ في طريقتين بيعدل في الكاش مش عارفه في الاول الكيل في الكاش بيعدل وين؟ على في المين، وخلي الانبت كمان ايش موديفايد. وبعد كده ايش طالما عدل هجيت وخلص من الكاش بيجي للمين وبيجي لها لمين؟ للديسك. تهز تلوك على الانبت في الحاله هذه ماشي، سواء اللي في الكاش، وفي الكاش بكل الانبت محط كمان او في ال. تمام؟ اوكي ماشي. فايش بيشتغلوا كيف الالجوريثم اللي هم هذول؟ يشتغلوا بطريقه انه يختار البيج اللي في الغالب او متامل خلينا نقول مش يحتاجها قريبا في المستقبل. وفي شيء اكيد مش هيك ولا هو متامل يعني مش هيحتاج، يعني مش عارف كيف البرنامج كيف حيصير صريانه مش هيك ولا انه مرات بقى اف دين كذا دين كذا كذا ومظبوط على حسب الداتا او الشغل مظبوط ولا. تمام؟ لكن عموما بقول لك في علاقه يعني بين بسبب حكايه قلنا البرنسبل كواليتي، في علاقه بين اللي هو الماضي القريب والفيوتشر القريب. يا لو انا حاليا قاعد عمال بقرا اوس كويس، ولي 10 دقائق بقرا اوس، الغالب 10 دقائق الجايين برضه حضل لي فلوس. مظبوط ولا؟ هذه حقيقه يعني مش هيك ولا؟ نادر الواحد لما يعمل حاليا تغيرات ابربت كده وينقل للتوبك او شيء ثاني مش هيك، بضل لي فتره في الشيء.
اذا قبل كم دقيقه انا في الاوس بعد الدقيقه الجايه احتمال يكون اضافه مش اكيد بس احتمال كبير اضافه في الاير بلس. هذه هي برنسبل اوف اير اللي هو لوكاليتي. اوكي هذا هي. اوكي ماشي الحال. لكن في الاول بدنا نتكلم على ايش، على اللي هو حاجه بيسموها الفريم لوكينج، ولا الميموري مقسمه الى ايش؟ الى فريمز. الى فريمز مرات او بديش اقول مرات، اللي بيصير انه بعض الفريمز بتكون لوكت، يعني محطوط فيها بيجز وممنوع، هذه مش خاض على الاستبدال. زي مثلا الكود وتبع الاو اس كود منطقه ثابته وين ماخذ كذا فريم، وده سكتب اونو البي سي بيز والبيج تيبلز وكذا بكون محطوطه في اماكن معينه وممنوع حد يلحلحها. تمام، فعملها لوكينج. تمام، وبالتالي لما بس الالجوريثم يشتغل اللي حنشرحه من المره الجايه ان شاء الله، اللوكت خلص بطلع ايش؟ بطلع على مين؟ على الانلوكت، لانه هدول بيزك زي ما تقول كود او داتا ستراكشرز مهمه اساسيه، مش هقدر يطلع فيهم وينزل هدول لاداره الموضوع كله. صحيح يطلعهم وده هذا مشكله صح، لكن البروسيسور تبعت اليوز العاديه الداتا والكود تبعه هذا بيطلع خاضع للايش؟ يطلع ونزل. مظبوط، فلذلك طب هاو اللوكينج از امبلمنتد، ممكن يعمل اري مثلا وبيتش بعدد الفريمز، اذا البت تبع نمبر 0 از 1 الفريم از لوك، اذا ب 0 ات از ان لوك، وهكذا بقيت مين اللي هو او ممكن في البيج تيبل نفسها بس في البي بت والفاي بت ممكن يضيف لكل انتري اللي هي بت خاص بالفريم اللي هي فيه، يكون مكتوب الفريم. اذا البت ب 1 الفريم اللي هي فيه هذا از لوك، معناته ممنوع هذه تطلع، ممنوع هذه ايش؟ اللي تطلع. المره الجايه ان شاء الله حنشوف كيف نعمل اللي هو الالجوريثمز اللي هي تبعتنا هذه. ماشي الحال. اوكي طلع ورقه واكتبوا اسماءكم والله بسرعه، بس بسرعه بس بس البيجز تعملوا اكثر اللي بيقولوا له، يعني ممكن يكون في بيجز مش شرط، ممكن يكون ثاني شغال عليه، ممكن داتا بيز مثلا مهم، ممكن اعملها لوكينج مثلا زي الداتابيز مثلا، انت بتكون شغال يعني ممكن تدي الكابيت الامكانيه هذه.